بيمتلك العزيمة والروح والإصرار والشباب والحيوية. متابعة دفاع من باك الشمال من مامادو كاندي، تلقى عشرة سريعة خطير جدا، متابعة خطورة سريعة موجودة، الهجمة من مندي، عدى مندي، هو التصوير والهدف، جول جول. الهدف الأول بقدم الخطير بكويتي، عمل انطلاقة بمهارة فردية غير عادية، الكل بيتفرج الكل يتابع، على طول عدى وضع كورته منين؟ من نص الملعب وعدى وفات، وسط فرجة وسرحان وتوهان موجود ورا في دفاعات المنتخب الكاميروني، منتخب غينيا بيساو مشاهدينا يضرب ضربته ويلدغ لدغته هنا في ادغال افريقيا، هنا في الجابون. بص الهجمه، بص القطع حلوه، بص المهاره، المهاره غير عاديه، مهاره كبيره جدا، لمسات رهيبه جدا، اللاعب بكويتي على طول يسجل هدف جميل 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 بمهاره فرديه كبيره جدا وخطا كبير رهيب يسال عنه اكيد كل لاعبي ونجوم منتخب الكاميرون. بص الانطلاقه لوحده خالص عدى وفات، ومنتخب غينيا بيساو يضرب بيد من حديد ويعلن عن نفسه في الجابون في هذا العام، ويتقدم يتفوق على اسد افريقي كبير هو المنتخب الكاميروني بهدف اول بقدم الخطير بكويتي، هدف اول في اول تقريبا ربع ساعه من عمر المباراه. اصبحت مشاهدينا المقاده البيضاء منتخب غينيا بيساو متقدم على الكبير على العريق على اسد افريقيا المنتخب الكاميروني بهدف اول في المباراه، واحد منتخب غينيا بيساو. الهجمه للكاميرون الاماميه، استلام دوران بمحاوله هجوميه من موكانجو، تصويب والتعادل، جول. الكبير عاد، الكبير عاد للمباراة، هدف التعادل، تصوبة قوية مدوية بقدم النجم 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 سيباستيان سياني يسجل مشاهدينا هدف التعادل في الدقيقة 61 من عمر المباراة. تحضير جميل، في انطلاقة حلوة، في تحضير ممتاز، على طول الاستلام ممتاز من موكانجو، لعباصة جميلة والخطفة حلوة والتصوبة جميلة من اللمسة الواحدة بقدم النجم السياني، عشان الكبير اسد افريقيا يعود للمباراه ويسجل هدف التعادل في مرمى منتخب غينيا بيساو. 1-1، مباراه احلوت، مباراه جميله جدا. مصر 2006 وكان وقتها عمره 39 سنه، خطير عد، خطيره جدا، دفاع روعه موجود من منتخب بيساو، خطيره، تصوبه قويه والهدف، جول. الهدف الثاني عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني، الاسد يعود، الاسد الافريقي يعود، الاسد مشاهدينا النهارده يفترس منتخب غينيا بيساو ويسجلوا هدف تاني، هدف التقدم الغالي، بل هيكون مشاهدينا هدف اليوم هو هدف الفوز الغالي على منتخب قدير، منتخب كبير، منتخب محترم جدا جدا، اسمه منتخب غينيا بيساو المنتخب الكاميروني. والهدف الثاني الجميل في تصوبه جميله قويه بقدم قلب الدفاع رقم 5 نجاتجوي، طلع لقدام، زاد لقدام، وتصوبه حلوه يحطها جميله جدا على الشمال الحارس جوناس مينديز، عشان الكاميرون يتقدم بهدف ثاني في المباراه. النهارده شادينا التصوبات على المرمى هي كلمه السر اليوم.